السلام عليكم، ازيك يا باشمهندسين؟ ان شاء الله النهارده هنبتدي مع بعض موضوع جديد، الا وهو الانفرتر. الانفرتر هو الهدف منه هو تحويل الدي سي سبلاي الى اي سي سورس. ده موضوع مهم وله طبعا ابلكيشنز كتيره جدا. هنتكلم فيه مع بعض عن مجموعه من السيركتس، مجموعه من الدوائر اللي بتعمل الفانكشن دي، اللي ازاي بتحول من خلالها الدي سي سبلاي الى اي سي، تمام؟ وهنشوف برضو بعض التطبيقات اللي احنا يعني ازاي ان احنا هنستخدم ده في التطبيقات بتاعتنا، تمام؟ طبعا اشهر الحاجات دي اللي بيحصل فيها استخدام الاي سي سورس من الدي سي، زي الحاجه اسمها اليو بي اس، وبرضو في السبيد كنترول بتاعت الدي سي موتورز، بتاعت الموتورز بتاعتي، تمام؟ برضو بستخدم فيها حته الاي سي يكون جاي من الدي سي. وعموما اي تطبيق بيكون فيه باور سبلاي دي سي والاجهزه او الديفايسز بتاعتي شغاله اي سي، فلازم ان انا بانفرت او بحول او بعمل كونفرجن من الدي سي الى الاي سي، تمام؟ طيب. اول دايره بقى معانا تقدر ان هي تعمل العمليه اللي بنقول عليها دي، عمليه الانفرتنج اللي هي تحول من الدي سي الى الاي سي. احنا هنتكلم على سنجل فيز فول بريدج انفرت. خلاص، فول بريدج شبيهه قوي بالفول بريدج لو الناس تفتكر اللي كانت في الريكتيفيكيشن. خلاص، كانت نفس الكلام، بس كان الفرق كان دايود او ثيرستورز. لكن هنا لو احنا بصينا على الفيجرز بتاعتنا اهي، لان هو نفس الشكل بالظبط بس مستخدمين هنا سويتشز. خلاص، فدي اسمها برضو ايه، اسمها سنجل فيز فول بريدج انفرتر. المفروض ان وظيفه او الفانكشن بتاعت هذه السيركتس ان هي بتحول الدي سي سبلاي اللي موجود عندي اللي هو الفي دي سي ده، خلاص بتحوله في الاخر على اللود. ده مكان اللود بتاعي اهو، ده الفي اوتبوت، ده الموجب والسالب بتاع الفي اوتبوت، بحطه على عند الطرفين دول هنا وهنا. زي ما احنا شايفين متوصل معاه اربع سويتشات، واحد وثلاثه واثنين واربعه، تمام؟ الاناليسيز بتاعت السيركتس دي بتعتمد على عمليه الاوبننج او الكلوزنج والاوبننج للسويتشز بتاعتي. خلاص، يعني امتى يكون ده مفتوح او ده مفتوح او ده مقفول وده مفتوح وهكذا. السيكونس بتاعي بيعتمد على ان لازم يكون في تو سويتشز اوبريتنج مع بعض. خلاص، يعني اثنين اون واثنين اوف، اثنين اون واثنين اوف، تمام؟ فبالتالي اقدر اطلع الفي اوتبوت اللي على اللود بتاعي. طبعا لسه هنشوف بقى اللود ده شكله ايه، سواء هو مقاومه او كويل او ما الى ذلك. لكن احنا بس بنشوف ان فرق الجهد على الطرفين بتوعه عند النقطه هنا دي والنقطه اللي هنا دي. المفروض ان اقدر اخد منه ثلاث قيم. الثلاث قيم بتوعي يا اما هيكون البوست بتاع السبلاي، البوست في دي سي، او النيجاتيف بتاع السبلاي، نيجاتيف في دي سي، او زيرو خالص، تمام؟ طيب، يعني ببساطة هنشوف دلوقتي السيكونس بتاعهم. لكن احنا لو تخيلنا ان ده السبلاي سورس بتاعي، كارنت سورس، هيجي هنا. لو انا قفلت السويتش رقم واحد، السويتش رقم اثنين، فالتيار الاي اس هيجي هنا، يمشي في السويتش الاول، هيلاقي الطرف ده مفتوح، يكمل جوه اللود بتاعي ويمشي هنا. فبيكون فرق الجهد اللي على الفي اوتبوت هو البوست في دي سي. لكن لو عكست بقى، فتحت السويتش اس 1 واس 2 وقفلت اس 3 واس 4، فالسورس كارنت هيجي من هنا كده، يبدا يمشي جوه السويتش الثالث، هيلاقي ان ده مفتوح، يكمل جوه اللود ويمشي في السويتش ده ويرجع للصفار. هنلاقي هنا ان التيار مشي بعكس اتجاه الاولاني، يعني الاتجاه الاول كان ماشي من واحد اللود لاثنين، هنا هيمشي من ثلاثه للود لاربعه. فاتجاه الكرنت اتعكس، فبالتالي فرق الجهد اللي على اللود بتاعي هو نيجاتيف الفي دي سي. احنا كده في سيكونس بوزيتيف في دي سي ونيجاتيف في دي سي. لكن لو قفلت السويتش اس 1 واس 3 وفتحت 2 و4، كده يبقى انا عملت شورت سيركت او خليت فرق الجهد على اللود بتاعي بزيرو، تمام؟
ونفس الكلام لما اقفل 2 و4 وافتح 1 و3 يبقى انا فرق الجهد على ده. يبقى انا كده دول كل السيكونس بتاع الاوبريشن بتاعتي خلاص اللي ممكن يحصل عندي نتيجه الاوبننج والكلوز سويتش، وده هنشوفه دلوقتي مع بعض برضو. ادي السيكونس بتاعتي الاوبريشنز بتاعتي، ده الجدول فيه تفاصيل وتحت كل تفصيله الرسمه بتاعتي خلاص. يعني هنا في حاله لما يكون السويتش S1 وS2 مقفول اهو، قفلنا S1 وقفلنا S2، واللي كان S2 سويتشز اللي كانوا هنا 3 و4 مالهم بقى اوبن. فشفنا اهو مسار التيار مشي هنا كده راح لللود راح للناحيه الثانيه، فهو نفس فرق الجهد اللي على مين؟ اللي على السبلاي بتاعي، فبيطلع هنا الفي اوتبوت وابص للفي دي سي. لكن لو في الرسمه الثانيه هنا قفلت 3 و4 وفتحت 1 و2، دول فتحتهم وقفلت 3 و4، الاقي ان التيار اهو بيمشي كده بس عكس اتجاه الايه؟ التيار في المرحله الاولى، ففرق الجهد اللي على السبلاي هيكون نيجاتيف في دي سي. تمام؟ طيب الزيرو ده الزيرو سيكونس ده الزيرو اوت بتاعي خلاص؟ ان السويتش 1 و3 هو اللي يكون مقفول اهو 1 و3، وهفتح 2 و4، فبالتالي هنا انت عامل اكنك عامل شورت سيركت على اللود، فبالتالي يبقى فرق الجهد عليه بكام؟ بصفر. نفس الكلام لو انا قفلت 2 و4 خلاص برضه يبقى فرق الجهد هنا بكام؟ بصفر. تمام؟ فدي كده يعتبر هي السيكونس المختلفه اللي هنتابعها وهنشوفها في عمليات السويتشنج للسويتشز بتاعتي سواء كانت اون او اوف بسيكونس معين. طيب هيجي حد يسال سؤال يقول لي طب لو حصل ان قفلت السويتش 1 و4، تعالى كده نبص على 1 و4، 1 و4 اللي هو تحت هنا اللي هو ده. تمام؟ يعني هقفل ده كده، كده يبقى انا عملت ايه؟ كده يبقى انا عملت شورت سيركت على مين؟ على السبلاي. تمام؟ او لو في نفس الوقت فتحت 1 و4 ورحت قفلت 3 و2، 3 و2 برضو نفس الكلام، كده يبقى انا عملت شورت سيركت على السبلاي. فبالتالي يحذر من الاوبريشنز بتاعتي ان اقفل سويتش 1 و4 مع بعض او اقفل 3 و2 مع بعض. ليه؟ لان ده بيؤدي الى ان اعمل شورت سيركت على السبلاي، فده فولت، دي مشكله خلاص. فده كده يبقى انا عامل ايه؟ عامل سيكونس خطا. تمام؟ طيب الحاجه الاخيره بس اللي هنتكلم فيها في الجزئيه دي قبل ما ندخل في الحاجه الثانيه، ان طبيعي جدا لما اجي افصل من مود لمود، يعني مثلا انا كنت قافل 1 و2 وهفتحهم وافتح واقفل 3 و4، في مرحله الترانزيشن دي الوقت اللي ما بين التحول من الفتح والقفل هيحصل ان ممكن يكون الاربعه سويتش اكت از شورت سيركت في وقت واحد، يعني كلهم اكنهم مقفولين حتى لو لحظه صغيره جدا. فاللحظات دي اللي هي مرحله الترانزيشن ما بين الفتح والقفل وساعات ممكن يحصل عليها شورت سيركت على السبلاي او يبقى اللود بتاعي بصفر، ده بنسميها الشورت ثرو فولت. في الشورت ثرو فولت ده لحظات سريعه، هي لحظات الترانزيشن اللي بيتم فيها التحول من اوبريشن لاوبريشن اخرى. تمام؟ الوقت ده اللي بيتم فيه التحول ده بنسميه البلانكينج تايم. انا في عندي حاجه اسمها بلانكينج تايم، ده مسموح بيه ان انا اتحول من حاجه من كيس الى كيس اخرى عن طريق ان انا اعمل ايه؟ عن طريق ان انا بفتح وبقفل السويتش بتاعي. تمام؟ يبقى انا كده ده السنجل فيز بريدج انفرتر خلاص، هو عباره عن سويتشنج مود اقدر اتحكم في الاوتبوت حسب الكلوزنج للسويتش. انا فاتح ايه واقفل ايه؟ انا المعلومه اللي هحتاجها او اللي انا افهمها في الحته دي اتعلم ازاي افتح واقفل السويتش عشان اخد الاوتبوت اللي انا محتاجه. خلاص؟ حسب بقى انا محتاج الاوتبوت ده يكون شكله ازاي. تمام؟ من اشهر بقى الحاجات اللي احنا يعني نقدر نستفاد بيها من السنجل فيز فول بريدج انفرتر هو ما يسمى بالسكوير ويف انفرتر، ان انا اقدر اطلع اوتبوت شكله سكوير ويف. تمام؟ زي ما باين كده قدامك في الشكل ده الاوتبوت اللي انا ممكن اقدر اوصل ليه من الانفرتر عن طريق ان انا
احول الدي سي الكونستنت الثابت، اني اقدر اتحكم في السويتشز ان يطلع لي بلصات، البلصات دي يا اما بوزيتيف في دي سي يا اما نيجاتيف في دي سي، واتحكم في التايم بتاعها حسب السويتشنج بتاعتي خلاص. فيبقى ده كده ده ابسط شكل ممكن اطلعه من فول بريدج انفرتر خلاص، ان اطلع شكل سكوير ويف. طيب يعني لو الناس رجعت للشكل بتاع الفول بريدج انفرتر، كنا بنتكلم على اربع سويتشات، سويتش واحد واثنين بيشتغل مع بعض، سويتش ثلاثة واربعة بيشتغل مع بعض. فلما بقفل السويتش اس واحد واس اتنين خلاص في الفيجر اللي فات، هلاقي ان بيطلع الاوبوت على اللود بتاعي بوزيتيف في دي سي، ولما بقفل السويتش ثلاثة واربعة بيطلع النيجاتيف في دي سي. فانا لو اتحكمت في التايم ان عشان اطلع بريودك سيجنال، طبعا احنا يهمني عشان اطلع عشان اطلع بريودك فانكشن، فبالتالي لازم ان يكون الفانكشن دي بتتغير كل انترفال تايم اللي هو بنسميه تي كابيتال، اللي هو التايم كونستانت تي خلاص، اللي هو مقلوب الواحد واحد على مقلوب اللي هو الفريكوانسي واحد على تي. تمام. طيب انا عشان اطلع الويف بتاعتي بدءا من الصفر ومنتهي عند التي، فانا هعمل سويتشنج لتو بالسز عند نص الفريكوانسي او نص التايم اللي هو تي على 2. تمام. فاقدر ان انا اتحكم في البريودك سويتشنج تايم خلاص ما بين البوزيتيف في دي سي والنيجاتيف في دي سي خلاص. ده الاوتبوت اللي بيحصل عندي على اللود. طبعا الويف اللي طالع عندي دي مش ساينوسويدال، ده مش ساين ويف. تمام. لكنها بريودك فانكشن خلاص، لكن اقدر ان انا استخدمها في تطبيقات كتير. لكن احنا دلوقتي قدرنا نطلع السكوير ويف اللي هو نوع من انواع البريودك فانكشن خلاص، اللي هو ساينوسويدال او الترناتيف كارنت. تمام. يبقى انا كده حولت الدي سي دايركت كارنت الى الترناتيف كارنت خلاص، بس مش ساينوسويدال. كويس. طيب ده كده شكل الاوتبوت اللي بيطلع على اللود اللي انا حاطه خلاص في الفول ويف او السنجل فيز فول ويف انفرتر. الفكره بقى كلها في الكرنت. بس احنا الفيجر اللي احنا شفناه اللي فات ده كان شكل الفولتج اوتبوت. طب شكل الكرنت اوتبوت، الكرنت اوتبوت هيعتمد في الاول والاخر على نوع اللود. اللود بتاعي ريزيستيف خلاص ولا اندكتيف. لو هو ريزيستيف لود، يعني لو انا حاطط اللود بتاعي عباره عن مقاومه، فيبقى شكل الكرنت هو هو نفسه الشكل بتاع الويف بتاع الفولتج خلاص، نفس البلصات اللي بتظهر عندي من زيرو لتي على الاثنين بوزيتيف في دي سي، ومن تي على الاثنين لتي نيجاتيف في دي سي. ده اللي هيكون الاوتبوت اللي على مين، اللي على اللود بتاعي خلاص لو هو ريزيستيف لود. طيب الفكره كلها ان هو لو اندكتيف بقى لود، لو اندكتيف لود لا، العمليه هتكون مختلفه، ودي القصه اللي احنا هنتكلم فيها ان شاء الله النهارده في المحاضره بتاعتنا. ان لو كان عندي اندكتيف لود ار ال لود خلاص على السنجل فيز فول بريدج انفرتر في الشكل بتاعي، هيكون شكل الاوتبوت فولتج ازاي والاوتبوت كارنت ازاي. الاوتبوت فولتج مش هيختلف، نفس القيمه، هو فرق الجهد عليه بوزيتيف في دي سي او نيجاتيف في دي سي حسب السويتشز اللي انا هفتحها. لكن الكارنت نفسه لا، هيختلف. الكارنت هيكون مور ساينوسويدال، ده هيبقى شبه الساينوسويدال شويه، هو مش بيور ساينوسويدال لكن هيكون شبيه للساينوسويدال. طيب ده ليه؟ عشان اصلا الانرجي ستورد جوه الكويل، ان الكويل بتاعي هيبقى فيه فتره بيشحن من السبلاي ومره ثانيه بيفرغ للسبلاي. وده اللي احنا بنسميه الفلترنج، ان هو الاندكتنس في خاصيه الفلتر، فلتر ان هو يقدر ان يشحن ويفرغ في التايمز حسب السايكلز او حسب التايم اللي انا بشحن فيه وافرغ فيه وحسب الاندكتنس بتاعتي. طبعا كل معلومات الانرجي ستور دي المفروض ان احنا تطرقنا ليها سابقا في ماده الفيلد. تمام. ان الكباستي بتاعه الكويل ده قد ايه، بيقدر الانرجي ستور دي قد ايه، ال بتاعته بتعتمد على ايه، كل البروبرتس بتاعه الاندكتنس خلاص يقدر ان هو يطلع لي في الاخر شكل للاوتبوت كارنت مختلف شويه او نيرلي الساينوسويدال،
ومختلف عن السكوير ويف، تمام؟ وده اللي احنا ان شاء الله هنكمل فيه في اخر المحاضرة بتاعتنا ان شاء الله النهارده، كويس؟ طيب لما نبدأ بقى نتكلم على معادلات الكرنت، يعني ازاي ان انا اطلع شكل الكرنت ويف، سواء بقى كان شكل او معادلات، من في حالة وجود الاندكتنس ار ال لود. اول حاجة المفروض ان انا في ات ستارت لما هبتدي السيركت بتاعتي ات تايم زيرو في البداية خالص، المفروض ان هيكون السويتش واحد واثنين هما اللي مقفولين، فبالتالي هيكون الاوتبوت فولتج اللي على اللود هو بوست في دي سي، خلاص؟ فده معناه ان الكرنت ماله هيبدأ ينكريز، طالما بقى عليه بوست فولتج فالكويل بتاعي هيبدأ ان هو انرجي ستورد، خلاص؟ فيبدأ ان الكرنت اللي جواه يحصل له انكريزنج، فالتوتال كرنت في السيستم هيكون ماله هيكون انكريز. طيب معادلة الكرنت، الكرنت هو عبارة عن جزئين اللي هو الاي اوتبوت اوف تي، هو عبارة عن اي اف اوف تي، خلاص؟ ده اللي هو بنسميه الفورورد كرنت اللي هو ماشي في الريزستنس بتاعتي، زائد الاي ان اوف تي ده اللي هو اللي ماشي في الاندكتنس، خلاص؟ ده الجزء اللي هو النون ساينوسويدال تيرم، او ده اللي هيمشي في الاندكتنس بتاعي. طيب الريزستيف كرنت هو عباره عن في دي سي اللي هو فرق الجهد على المقاومه، ده واضح وبسيط زيه زي الترم الاولاني اللي هو لو ريزستيف لود بس يبقى في على ايه؟ في على ار يطلع الكرنت. بس الترم اللي بعده ده الاندكتيف تيرم. الاندكتيف تيرم هو عباره عن ايه؟ هو عباره بيعتمد على خاصيه او اللي احنا خدناه بقى في السيركتس سابقا، ازاي ان التيار بينكريز جوه الكويل، خلاص؟ اللي احنا طلعنا منها لو الناس تفتكر بقى سابقا ان الفي علاقه الفولتج بالكرنت في الاندكتنس اللي هي ال دي اي باي دي تي، دي كلها حاجات بتعتمد على الخصائص بتاعتها. فده في مرحله الترانزينت، خلاص؟ الترانزينت كرنت عندي في الكويل هو عباره عن امبليتيود اسمه A exponentially decay of E plus minus T over tau. ده في الانترفال نهي في الانترفال اللي هيكون فيها السبلاي فولتج اسمه في دي سي، اللي هي من كام لكام؟ من 0 ل T على 2. جميل؟ طيب حلو قوي. مين الـ A ده؟ الـ A ده كونستنت، خلاص؟ ده بنسميه الـ initial condition بتاعتي. يعني ايه الـ initial condition؟ يعني ده أكبر تيار، خلاص؟ هيكون عندي في الدايرة. أقصى تيار عندي في الكويل. وبعد كده الكويل بيحصل له ديكاي اي اس ماينس تي، تي ده مع التايم بيحصل ديكاي، خلاص؟ اوفر تاو، تاو ده اللي هو التايم كونستنت بتاعه الكويل. بيساوي ايه التايم كونستنت؟ هو ال على ار، قيمه الاندكتنس على قيمه الريزستنس. طبعا كل ما كانت الاندكتنس اكبر كل ما التايم كونستنت بتاعي كان اكبر، كل ما الديكاي تايم بتاعي كان ايه؟ كان اكبر، خلاص؟ هياخد وقت لغايه لما يوصل لكام؟ للصفر. لكن لو ال قليله او التاو صغيره، خلاص؟ يبقى هيوصل للصفر بسرعه. كويس؟ يبقى انا اقدر اتحكم، دي بقى اللي انا اقدر اتحكم فيه، اتحكم في السايكل بتاعتي عن طريق ان انا اتحكم في التاو او اتحكم في ال بتاعه السيستم، ومنها اقدر اتحكم في معادله ايه؟ معادله الكرنت. يبقى انا كده كتبت معادله الاي اوتبوت كله اللي هي التو تيرم، الستيدي ستيت كرنت، خلاص؟ والترانزنت كرنت اللي ماشي في الكويل بتاعي. تمام؟ طيب محتاج اعرف قيمه الاي ده بكام؟ ده اللي احنا المفروض هنستنتجه، تمام؟ في المعادلات بتاعتي. بس ده كله في فتره ان الفولتج بتاعي ماله؟ بوزيتيف في دي سي. طب في حاله بقى لما يكون الفولتج بتاعي نيجاتيف في دي سي، يكون الشكل ازاي؟ في السويتش لما اقفل بقى السويتش 3 و4، خلاص؟ اقفل 3 و4 وافتح 1 و2، يبقى انا كده في الريجون الثانيه اللي هي تبتدي تستارت من تايم تي على 2 لحد التايم تي كابيتال، تمام؟ ده ساعتها بيكون الفولتج على الاوتبوت بتاعي، الاوتبوت فولتج على اللود بيكون ماينس في دي سي. فبنرضو بنقسم الكرنت بتاعي لتو تيرمز، الترم اللي هو الفورورد كرنت او الستيدي ستيت كرنت هو عباره عن ماينس في دي سي على ار، تمام؟ والترم الثاني اللي هو الترانزيانت كرنت، ده اللي هو الكرنت بتاعي الديكريزنج، هو عباره عن ايه؟ هو عبارة عن B اللي هو برضو constant، تمام؟ E exponential decay plus minus T minus T على الاتنين على T. طبعا T على الاتنين هنا لكن بشفت التايم T على الاتنين، عشان احنا بنبتدي من سايكل كام من كام يا شباب؟ من T على الاتنين ل T. انا هنا انا بتكلم
اونلي على السايكل من تي على 2 لكام؟ دي تي. تمام؟ ف ات ستارت يعني لما يكون التي الستارت بتاعي بتي على 2 يبقى الاي اس صفر بكام؟ 1. فالانيشال فاليو بتاعت الكويل بتاعتي هي البي. احنا السلايد اللي فاتت كان في السايكل الاولى الانيشال فاليو كان اسمها اي كابيتال، هنا في الحاله بتاعتي الانيشال فاليو هي مين؟ هي البي كابيتال. خلاص؟ طيب ده كده يبدا الكويل بتاعي خلاص يشحن خلاص ويفرغ في سايكل ويشحن في السايكل الثانيه ويفرغ في السايكل اللي بعدها وهكذا. تمام؟ فبالتالي الستيدي ستيت كارنت الاي نود ده هو في الاصل هيكون بيريودك سيمتريكال حوالين الزيرو. تمام؟ لان سايكل هيكون فيها الكويل بيشحن وسايكل بيفرغ، والكرنت اللي هو الستيدي ستيت كارنت هو مره بوزيتيف مره نيجاتيف. تمام؟ يعني لو قارنا كتبنا المعادله دي جنب المعادله اللي في السلايد الثانيه دي برضه هنشوفها دلوقتي كمان مع بعض، هنلاقي ايه اللي بيحصل. هتلاقي ان هنا الترم ده نيجاتيف، هتلاقي نفس الترم ده موجود هناك بس ايه؟ بوزيتيف. هنا بيحصل فيه انرجايزنج شحن للكويل، وفي السلايد الثانيه بيحصل ديستشارج تفريغ للكويل. تمام؟ فهتلاقي اللي بيحصل، هتلاقي ان الفانكشن بتاعتي في الاول والاخر هي ساينوسويدال سوري بيريودك وسيمتريكال حوالين الزيرو. يعني لو انا رسمت الزيرو اكسس هلاقي ان الكرنت بتاعي بيزيد وبيقل حوالين مين؟ حوالين الزيرو. تمام؟ طب يهمني في الاخر بقى بعد ما اتعرفت على المعادلات ان انا اتعرف على الكونستنتس بتاعتي الاي والبي دول بكام، وشكل الاوتبوت ويف فورم بتاعت الكرنت شكلها ازاي. ده هنا بقى نبدا نتعلم مع بعض ازاي نوصل للانيشال كونديشن خلاص اللي هو الاي كابيتال والبي كابيتال قيمتهم بكام. طيب لو احنا جبنا الايكويشن رقم واحد، الايكويشن كانت رقم واحد كانت بتقول ايه؟ ان الاي اوتبوت اوف تي عباره عن في دي سي على الار بلس اي اي اس ماينس تي على تاو. طب لو انا حطيت التي بصفر اي اس صفر بقت بواحد خلاص، فبقى الانيشال فاليو اللي هو بقى هنسميها بقى مين؟ الاي مينيموم، ده اقل تيار عندي في السيستم. تمام؟ هيكون بيساوي في دي سي بلس اي. يعني منها ممكن نطلع ايكويشن ان الاي كابيتال اللي هو الانيشال فاليو بتاعت الكويل بتاعي اللي هو بيفرج عباره عن اي مينيمم ماينس في دي سي على ار. تمام؟ يبقى انا كده في مينيمم كارنت هو ده اصغر تيار هيكون عندي في السيستم بتاعي او في اللود بتاعي. تمام؟ طيب لو احنا طبقنا نفس الكلام تاني بس مع الايكويشن التاني عند الانيشال فاليو، الانيشال فاليو عند تايم تي على الاثنين، عند تايم تي على الاثنين هلاقي ان الاكسبوننشال بكام؟ اي اس صفر واحد. خلاص؟ فيطلع هنا ان الانيشال فاليو وده بيمثل لي ماكسيمم كارنت. يبقى انا هنا دلوقتي هتعلم حاجه مهمه جدا ان الوقت الاي اوتبوت اوف تي هو عباره عن قيمه بريودك سيمتريكال حوالين الزيرو، لها قيمه ماكسيمم ولها قيمه مينيمم. الماكسيمم بيكون هو الانيشال فاليو بتاعه الايكويشن الثانيه اللي هو بيحصل لها ايه؟ اللي بيحصل لها ديكي. والاي مينيمم دي الانيشال فاليو بتاعه المعادله الاولى اللي الكويل فيه بيحصل له ايه؟ بيحصل له تشارج، بيحصل له شحن. تمام؟ يبقى انا كده جبت معادله الاي، وهنا نجيب معادله البي عباره عن الاي ماكسيمم بلس في دي سي على ار. انا كده اقدر احط اشيل الاي في المعادله بتاعت رقم واحد واحط الترم ده، واشيل البي من المعادله الثانيه واحط الترم ده، واطلع الايكويشن بتاعتي اي اوتبوت اوف تي از ا فانكشن فين؟ في الاي ماكسيمم، واز ا فانكشن فين؟ في الاي مينيمم. تمام؟ ده اللي انا عملته، رحت شلت من الايكويشن الاولى الاي كابيتال وحطيت مكانها الترم اللي هو مين؟ اي مينيمم ماينس في دي سي على الار. تمام؟ ده مضروب اكسبوننشال اي اس ماينس تي اوفر تي. تمام؟ ده الترم ايه. هنا برضو شلت الترم بي وحطيت مكانه اي ماكسيمم بلس في دي سي على ار. تمام؟ ده الترم مين؟ ده الترم بي. طيب جميل قوي. يبقى انا كده خلاص كتبت الويف فورم، انا دي شكل الفاينل فورم الصيغه النهائيه للويف كارنت. الكارنت بتاعي في الريجن من صفر لتي على 2 هيكون ده شكل الايه؟ الاوتبوت كارنت.
ومن تي على الاتنين لتي هيكون ده شكل مين؟ ده شكل الاوتبوت كارنت. واضح جدا ان ده انكريزنج، ده بيزيد مع التايم، وواضح ان ده بايه؟ بيقل مع التايم. جميل. طيب عايزين بقى نشوف شكل الويف فورم ونبدا نعملها شويه اناليسس كده. هذا شكل الويف فورمز بتاعتي كلها من اول الفولت، اول الكيس اللي احنا اشتغلنا عليها ان الاوتبوت فولتج على اللود بتاعي سواء كان ريزيستيف لود او كان اندكتيف لود هو عباره عن جزء بوزيتيف في دي سي من 0 لتي على 2 ونيجاتيف في دي سي في من تايم تي على 2 لتايم تي، وبريودك بتتكرر كل ايه؟ كل بريود. طيب الاوتبوت كارنت اللي احنا شفناه في المعادله اللي فاتت احنا اتفقنا ان هو تو تيرمز، ترم من 0 لتي على 2 خلاص اللي هو كان في دي سي على الار بلس اي مينيمم ماينس في دي سي على الار في اكسبوننشال اي اس ماينس تي اوفر تي. تمام. هلاقي ان هو بيبتدي من قيمه مينيمم ده الانيشال فاليو، بيفضل يحصل شحن الكويل لحد ما يوصل لمين؟ للماكسيمم فاليو عند نهايه السايكل بتاعتي عند التايم تي على 2. يدخل في السايكل الثانيه بيحصل له ديكريزنج من قيمه الماكسيمم فاليو الى لما يوصل تاني لمين؟ لنفس المينيمم فاليو. عشان كده هي بريودك، يعني لازم يكون في حاله الستيدي ستيت كونديشن ان المينيمم او الانيشال بتاعه السايكل هي نهايه السايكل بتاعتي از سيم. تمام. ده كده الايه؟ الاي اوت. طبعا لو احنا جينا بقى قسمنا الكرنت في السويتش، لان يعني برده مهم ممكن اطلب منك انك مش بس تعرف الاوتبوت كرنت، لا ده انا محتاج اعرف هو الكرنت اللي ماشي في كل سويتش بكام. احنا قلنا في الريجن الاولى من صفر لتي على 2 مين السويتشز اللي هتكون اون؟ واحد واثنين، فالكرنت فيهم هيكون هو نفسه مين؟ هو اللود كرنت. تمام. طيب في الريجن الثانيه من تي على 2 لتي هل في كرنت ماشي في سويتش واحد واثنين؟ لا، بيكون اوبن سيركت مفتوح. طبعا عكس الكلام هو سويتش 3 و4 في الريجن الاولى من صفر لتي على 2 مفيش كرنت اصلا ماشي في الدائره، لكن من الريجن تي على 2 لتي هيكون في كرنت. ماله؟ هي دي بقى الحته المهمه، هو عكس ماينس الاي اوت، يعني سالب القيمه دي، يعني اكن هنا هيبتدي اهو من ماينس المينيمم خلاص بيوصل لايه؟ لاقصى قيمه فيه اللي هي الماكسيمم في نهايه السايكل. فبالتالي السورس كارنت ماله؟ هو مجموع الكارنت في السويتش الاول والثاني بلس الكارنت اللي في السويتش الثالث والرابع. تيجي كده نبص، ادي السويتش واحد واثنين اهو، ادي السايكل بتاعتي، ده زائد ده بصفر يبقى هيطلع نفس اللي فوق. طب وده زائد ده بصفر يطلع الترم اللي تحت. شايف الشكل اللي طلع ده؟ لو انت جيت حسبت الافريج كارنت بتاع الويف دي هتلاقي دايما بكام؟ هتلاقي دايما بزيرو. خلاص. ليه؟ لان ده السبلاي كارنت بقى هو كمان ايه؟ بقى شغال في السايكل بتاعتي هنا وفي السايكل الثانيه عكسها. خلاص. زي كنا بطلع شبه ساينسويدال. تمام. يبقى انا كده كتبت او حسبت السورس كارنت وشفت الاوت كارنت وشفت الكارنت في كل سويتش من السويتشات اللي موجوده عندي. تمام. فاحنا كده يعني شفنا في الجزئيه دي شكل سكوير ويف انفرتر ومن او الدايره بتاعته اللي هي اصلا انشاته اللي هي دايره الايه؟ سنجل فيز فول ويف افريج. تمام. طيب قيمه الاي ماكسيمم والاي مينيمم برضو محتاجين ان احنا نعرفها. هل هو الاي ماكسيمم هيختلف على الاي مينيمم؟ لا، احنا بنتكلم يا جماعه ان السايكل بتاعتي هي بيريوديك وفي سيمتري، عشان يبقى في اصلا الافريج بتاعي بزيرو، فعشان يبقى الترناتيف كارنت سيمتريكال فلازم تكون في شرط ان لازم يكون قيمه الاي مينيمم هي ماينس الاي ماكسيمم، يعني هما نفس القيمه بس واحده فيهم موجب واحده فيهم سالب. طيب ايه رايك لو انا عوضت في المعادله الثانيه؟ تمام. سوري، عند في المعادله الاولى عند تايم تي على الاثنين، يعني اكن كده بجيب مين؟ الماكسيمم كارنت. لو انت رجعنا للسلايد اللي فاتت عند نهايه السايكل الاولى اللي عند تايم تي على الاثنين الكارنت بتاعي بيكون اسمه ايه؟ اي ماكسيمم. طيب لو جينا عوضنا في الايكويشن
الايكويشن بتاعت المرحلة التانية، الايكويشن التانية هي عبارة عن في دي سي على ار بلس اي مينيمم ماينس في دي سي على ار اي اس ماينس تي اوفر 2 تاو، خلاص اللي هي تي على كام؟ تي على 2. تمام؟ حلو قوي. لو انا جيت سويت المعادلتين دول ببعض عشان اطلع علاقة الاي ماكسيمم بالاي مينيمم، خلاص اطرح الاي ماكسيمم ماينس الاي مينيمم يطلع عندك من الايكويشن، لما تحل التو ايكويشنز مع بعض يطلع ان الاي ماكسيمم بيساوي ماينس الاي مينيمم بيساوي ال في دي سي على ار مضروبه في 1 ناقص اي اس ماينس تي اوفر 2 تاو على 1 زائد اي اس ماينس تي اوفر 2 تاو. خلاص يبقى انا كده قدرت احسب ايه هو الماكسيمم كارنت وايه هو المينيمم كارنت. وزي ما احنا شايفين في الايكويشن هو بيعتمد على ثلاث حاجات رئيسيه، على قيمه السبلاي فولتج بكام، على قيمه المقاومه، وعلى قيمه الاندكتنس بتاعتي ال الار والال والفي. اقدر اطلع منهم قيمه الماكسيمم كارنت وقيمه المينيمم كارنت في الايكويشن. تمام؟ ده ببساطه لو انا عملت ايه، جيت سويت الايكويشن اللي فوق اللي احنا شايفينها دي، خلاص سويت الاي ماكسيمم بماينس الاي مين، خلاص واطلع الاي ماكسيمم في طرف، يعني اشيل دي مثلا كده واحط مكانها ماينس اي ماكسيمم، ويطلع الاي ماكسيمم واديه في الطرف الثاني هنا، يطلع معاك الايكويشن فين؟ في الايكويشن اللي تحت. تمام كده يبقى احنا استنتجنا قيمه مين؟ قيمه الاي ماكسيمم في الايكويشن. احنا شفنا الويف فورم، شفنا المعدات بتاعتنا، وعرفنا قيمه الماكسيمم كارنت بكام وقيمه المينيمم كارنت بكام اللي هي الباوندري بتاعت الايه الويف. طيب برضو من الحاجات المهمه اللي لازم اعرفها في الدايره بتاعتي هو قيمه اللود باور، الباور اللي اللود هياخده بكام. طبعا احنا بنتكلم على الاكتف باور، اكتف باور يعني مقصود بيها لو نرجع بقى للسيركتس ان الباور بيساوي اي سكوير ده الار ام اس فاليو في الار. تمام؟ حتى لو هو ار ال لود انا بس بتكلم على الاكتف باور، فهي اي سكوير في مين؟ في الار. طب الكرنت عايزين نحسب قيمه الكرنت بتاعي. الكرنت هو عباره عن ايه؟ الكرنت احنا شفنا ان التو سايكلز ده ساينوسويدال، خلاص؟ لو الناس ترجع كده ايام السيركتس لما كنا بنحسب الساينوسويدال كرنت كنا بنحسبه ازاي؟ كنا بنحسبه على فتره من الفترات، يعني مثلا من 0 لتي على 2، خلاص؟ وبضرب في 2 عشان هي السايكل مالها متكرره نفس السايكل مره ثانيه. فالتعريف الار ام اس فاليو روت مين سكوير فاليو هي روت للافريج اللي هو المين 1 على تي انتجريشن من 0 لتي للكرنت بتاعي بس سكوير اي سكوير اوف تي دي تي. طب الكرنت بتاعي اللي هي الايكويشن الاولى كانت بتساوي كام؟ تعال نبص كده على الايكويشن اهي، في دي سي على ار بلس اي مينيمم اللي هو كان اسمه الاي كابيتال اي مينيمم ماينس في دي سي على ار اي اس ماينس تي اوفر تاو، ده الكرنت سكوير بلس. انا هشتغل على السايكل اللي هي من 0 لتي على 2 واضربها في 2 عشان التو سايكلز مالهم شبه بعض، خلاص؟ فبدل ما ايه ما اشتغل من انترفال من 0 لتي على 2 بلس من تي على 2 لتي، فانا هضرب فين؟ هضرب في 2. تمام؟ المفروض ان انا لما اجي اعمل انتجريشن للايكويشن دي كده هطلع قيمه مين؟ قيمه الاي ار ام اس، اضربه سكويرد في الار اطلع قيمه مين؟ قيمه اللود باور. تمام؟ طيب لو برضو اتكلمنا ان الديفايسز بتاعتي السويتشز بتاعتي والكويلز وكل السيستمز كل البارامترز الموجوده عندي في السيركتس كلها ايديال كومبوننت، وايديال كومبوننت يعني مفيش باور لوس، باور لوس بتاعتي بكام؟ بزيرو، يعني الباور ابزوربد باي ذا لود خلاص از ذا سيم او از ايكوال تو سورس باور. سورس باور اللي هي الدي سي باور اللي طالعه من السورس هي عباره عن الفي دي سي مضروبه في الاي اس. فاكرين الاي اس اللي احنا شفناها في الويف فور؟ تمام. اقدر برضو ايه ان انا اطلع قيمه الباور بتاعتي، يا اما لو انا عارف السورس كارنت اطلعها بحسب ضرب السورس كارنت في الفي دي سي اللي هو الباور دي سي، او ان انا احسب الاي ار ام اس بتاعت الاوتبوت هاي سكويرد اوتبوت في ايه؟ في الار. تمام؟ انا كده لو مطلوب مني في المساله احسب الباور سواء بتاعت اللود او سواء بتاعت مين؟ سواء بتاعت السورس. طيب اخيرا بس يعني قبل ما نختتم الجزئيه دي، احنا كده خلاص خلصنا السيركتس اللي هي السكوير ويف انفرتر، شفنا الويف فورم بتاعتها، شفنا المعادلات بتاعت الكرنت، شفنا معادلات الباور،
شفنا اناليسز عامه للسيركت، لكن في بعض الامبورتنت نوتس اللي احنا لازم ناخدها او نحطها في اعتبارنا في عمليه السويتشنج كارنت. السويتشنج كارنت احنا اتفقنا ان الفول بريدج سيركت خلاص المفروض ان هي في تو سويتشز اللي هما واحد واثنين بيعدوا البوزيتيف في دي سي، والسويتش 3 و4 بيعدي النيجاتيف في دي سي. وكنا بنتكلم النهارده برضو مع بعض في اول المحاضره ان مرحله الانتقال، المرحله ترانزيشن ما بين ان انا اقفل السويتش 1 و2 واروح اقفل بعديهم السويتش 3 و4 بيحصل فيه في النص ايه، في النص الفتره بتاعه البلاكينج كارنت خلاص، البلاكينج كارنت. فده انا مش عايزه يحصل. هنا بقى كمان في الدايره اللي احنا الاخيره اللي احنا قلناها مع بعض، ان لما يكون عندك اللود بتاعك ار ال لود، ففي عندك جزء من الكرنت بيكون نيجاتيف لما يكون الفولتج بتاعك بوزيتيف، وفي جزء من الكرنت بيكون بوزيتيف لما يكون الفولتج بتاعك نيجاتيف. ده في السايكل، سواء انت رجعت للويف فورمز بتاعتك هتلاقي في جزئيه كده في الاول بيكون في نيجاتيف كرنت ات بوزيتيف فولتج، وبيكون في بوزيتيف كرنت ات نيجاتيف فولتج. طب ده معناها ايه؟ معناها ان المفروض ان في تيار عكسي هيمشي في السويتش. طب وده ينفع؟ ما ينفعش. احنا طبعا كل الريال الكترونيك ديفايسز خلاص هي بتمرر الكرنت اونلي ان وان دايركشن خلاص. ده اون هيمشي كرنت، اوف يعني ما فيش كرنت، ما فيش حاجه اسمها هيبقى اوف وهيمشي شويه كرنت صغيرين، ده مش ممكن خلاص. طيب ازاي ده يحصل؟ ازاي ان انا اخلي في نيجاتيف كارنت يمشي في الاتجاه البوستر؟ بكل بساطه عشان نحل هذه المشكله احنا بنحط مع السويتش بتاعي بنحط حاجه اسمها الفيدباك دايود ان بارل خلاص، اللي هو بنسميه الانتي بارل دايود. يعني السويتش بيكون معاه بارل دايود تمام. ايه الفكره؟ ان هو بيسمح لي بمرور النيجاتيف كارنت في الديوريشن اللي فيها البوزيتيف سايكل لحد ما يوصل للزيرو، ونفس الكلام العكس خلاص. يعني ديورينج الانترفال تايم لما يكون الكارنت بتاعي في السويتش المفروض يكون نيجاتيف، فساعتها الدايود ده الفيدباك دايود هو اللي هيمشي جواه الكارنت تمام. بحيث ان الكارنت يبقى ماشي في اللود بتاعي نيجاتيف، لكن الكارنت اللي في السويتش بتاعي ايه؟ صفر. دي برضو حاجة مهمة، يعني احنا عندنا في فترة هيكون فيها الكرنت في السويتش ايه؟ صفر، بس في كرنت ماشي في مين؟ في الدايود. والعكس، والدايود في حالة الريفرس بايس خلاص لما يكون الكرنت في السويتش بوزيتيف هيكون هو اوبن سيركت مفتوح. طيب يعني عشان برضو نفهمها اكتر هنبص على الشكل عشان نفهم القصة دي. هذا اللي انا بتكلم فيه، ان احنا السيركتس بتاعتي او السنجل فيز فول ويف بريدج كنا بنستخدم سويتش 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 سويتش، اربع سويتش. الفكره كلها لا، احنا بقى ما ينفعش نستخدم سويتش عادي، احنا هنحط السويتش بتاعي بارل معاه الفيدباك دايود خلاص. بقى هنا السويتش الاول ده اللي هو الموسفت اليمنت بتاعي او اي جي بي تي حسب ما احنا هنستخدمه. ده المصفت معاه البارلل الفيدباك دايود، كل واحد نفس الفكره، بحيث ان انا هيكون في السايكل لما يكون بالبوزيتيف هيمشي جوه السويتش، لان السويتش ده هيكون اون والسويتش ده هيكون اون. لكن في حاله الريفرس كارنت لا، الريفرس كارنت هيمشي ازاي؟ هيمشي العكس اهو، هيكون نيجاتيف يعني جاي كده هيلاقي السويتش ده مش هينفع يمشي جواه، فيقوم ماشي فين؟ يمشي جوه الدايود ده ويمشي في اللود ويمشي جوه الدايد الثاني ويكمل السايكل بتاعته تمام. اهو دي بقى شكل الويف فورم. انا لما اكون قافل السويتش الاول والثاني فالمفروض ان بيطلع لي بوست فولتج من اول السايكل دي لحد نهايه السايكل، لكن في الاصل هي في المرحله دي كلها مش السويتش هو اللي مقفول، لا ده انا من الصفر لحد لما الكرنت بتاعي اصلا يتحول من نيجاتيف الى بوزيتيف اهو لحد النقطه دي كده، شايفين الانترفال دي هي دي اللي هيكون فيها الدايود دي 1 ودي 2 هما اللي هيكونوا اون. طب من اول هنا
لا السويتش بقى هو اللي هيكون رجع بقى ايه بقى اون، يبقى الدايت بقى اوف والسويتش هو اللي بقى ايه بقى اون. فهتلاقي ان كيو 1 من اول الزيرو هنا لحد نهاية السايكل هيكون كيو 1 وكيو 2 هما اللي شغالين. طيب العكس بقى، العكس مفروض ان في النيجاتيف، المفروض ان السويتش بتاعي المفروض ان الكرنت جاي لي كده من النيجاتيف، جاي هنا هيمشي هنا يطلع هنا يروح هنا، تمام؟ لكن هيتقسم برضو الى مرحلتين. في المرحلة الاولى من صفر او من تي على الاتنين لحد لما الكرنت بتاعي يكون الاوتبوت كرنت بصفر، ده الكرنت ماشي في البوستيف سايكل، تمام؟ طب ما هيمشي ازاي في البوستيف سايكل والسويتش اصلا مفتوح لانه يمشي كرنت ريفرس كرنت نيجاتيف؟ فيكون من الحته دي للحته دي الدايود 3 و4 هما اللي شغالين، بينما من هنا لحد نهايه السايكل هيكون الترانزستورز بتاعتي او الموسفيتس بتاعتي كيو 3 وكيو 4 هما اللي هيكونوا شغالين. فاكن هنا بقى في عندي خلال السايكل الواحده من صفر الى تي كابيتال هيبقى في عندي 4 مودز. المود الاولاني ان الدي 1 والدي 2 شغالين من النيجاتيف اي مينيمم خلاص، او نيجاتيف اي ماكسيمم اللي بقوا حاجه واحده نيجاتيف فاليو لحد الصفر. بعد كده من الصفر للماكسيمم فاليو الكيو 1 والكيو 2 هم اللي هيكونوا اون. بعد كده من الماكسيمم كارنت لحد الصفر هيكون الدي 3 والدي 4 هم اللي شغالين، الدايود 3 والدايود 4. وبعد كده من الزيرو كارنت لحد المينيمم كارنت هيكون كيو 3 وكيو 4 هم اللي شغالين، تمام؟ يبقى انا كده شفت اولا استخدام السنجل فيز فول بريدج خلاص في السيستم بتاعي، شفت شكله ازاي، ازاي استخدم السويتش، ازاي ان انا احط الريزستيف لود، ازاي احط ار ال لود، ازاي اطلع سكوير ويف، شفت الاندكتيف كارنت، عرفنا شكل المعدات بتاعته، شكل الكارنت، شكل الباور بتاعته. عرفنا مع بعض ان احنا لا لو كده شكل البريدج نفسه هيختلف، لان لازم احط حاجه اسمها الفيدباك دايود بحيث ان هو يبقى فيه انترفال كارنت فيه عكسي، ما هو ده ما ينفعش يمشي في الترانزستور بتاعي او يمشي في الموسفت بتاعي، فلازم ان انا احط الفيدباك دايت، تمام؟ ده كده الجزء الاولاني ان احنا ازاي نطلع سكوير ويف من السنجل فيز الفول بريدج، تمام؟ اتمنى تكون المحاضره سهله وبسيطه ان شاء الله. سلام عليكم.